السيدة انتصار السيسي، حرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. السيدة انتصار السيسي، حرم السيد رئيس الجمهورية. السيدات والسادة الحضور الكريم، كل عام وأنتم بألف خير. نهنئ المرأة في يومها العالمي، ونحتفي معكم بالمرأة المصرية، فهي تعيش عصرها الذهبي تحت قيادة سياسية حكيمة تؤمن بقدرات المرأة ودورها الفعال. نحن هنا نشعر بالفخر والسعادة لحرص السيدة انتصار السيسي على إقامة هذه الاحتفالية السنوية وتكريم نماذج نسائية رائعة ملهمة رائدة. اليوم لم يعد تمكين المرأة حلم، فإلى جانب العديد من التشريعات لصالحها أصبحت المرأة المصرية تشغل أعلى المناصب القيادية بنسب غير مسبوقة، حتى اعتلنا منصات مجلس الدولة كقاضيات لأول مرة في تاريخ جمهورية مصر العربية. لكل طفلة وابنة وزوجة وأم، لكل فتاة وسيدة، لكل امرأة مصرية، أنتن عظيمات العالم، أنتن مصدر القوة وصانعات السعادة. لولا كنا ما كانت الحياة. سيدتي المرأة المصرية، حال ما كنت أو مناضلة، أنت دائماً وأبداً المكان والمكانة. هي البوصلة، هي الصاري والدفة. في أي مكان هتكون فيه هتخطط وتدبر، هتقود وتسوق، هتلهم وتعلم، وتطير بينا وترسينا. دايما متجمعين حواليها، ومكانتها محفورة في التاريخ. هي أول محامية ودكتورة وطيارة وعالمة ذرة، وقبل كل دول هي أول محاربة وأول ملكة. هي الست، ست الكل، هي الست المصرية. في ناس شايفة إن الست المصرية مكانها في البيت، وناس شايفة إن الست المصرية مكانها في العمل جنب الراجل، كتف بكتف. المهم في الآخر إن هي تبقى فاهمة إن المكان مش بيضيف للست المصرية، الست المصرية هي اللي بتضيف للمكان اللي هي فيه. لما زرت أهالينا في الأقصر وأسوان وفي المنوفية، والله حسيت إني أنا وسط أهلي، وقابلت ستات وبنات في القرية. لما قعدت معاهم اتكلمت معاهم وسمعتهم، وحسيت قد إيه هما واعيين وعلى قد المسؤولية ببيتهم ومع أولادهم، وفوق كل ده ناجحين في شغلهم. حقيقي أنا كنت سعيدة جدا بالزيارة دي، وإن شاء الله تتكرر في كل قرى مصر. أنا حاسة إن البلد دلوقتي مهتمة جداً بتمكين المرأة، وإنها تتولى مناصب مهمة ما كانتش متاحة ليها، ودي حاجة بتسعدنا جداً كلنا كستات. وأنا بقربي من سيادة الرئيس بلمس في كل لحظة قد إيه هو بيقدر المرأة وبيحترم مكانتها جداً.
ملك عبد الشافي goes for Egypt in 2. أنا بدأت السباحة من وأنا عندي 5 سنين بسبب اللي أنا في الأول كنت داخلها كعلاج طبيعي، علاج مائي يعني، بدل ما كنا بنعملها في المستشفى في بانيو صغير نعملها بقى على في النادي في بسين. وبعد كده رحت دخلت أول بطولة ليا كانت في 2012، بعد كده رحنا وجبت ميدالية فضة. دلوقتي عندي 18 سنة والحمد لله بقيت أول سباحة مصرية عربية تتأهل لفاينلز في أولمبياد طوكيو 2020 على المستوى الأولمبي والبارالمبي كمان. في الأمم المتحدة في مكتبي أنا أول امرأة وأول عربية وأول أفريقية، وبالتالي أيضاً ده تحدي إضافي إني جاء من منطقة من العالم لم تصل إلى هذا المكان من قبل، وأيضاً سيدة في مكان منذ نشأتي اللي بيرأسوه كانوا رجال. البوينغ 37-300 هو من أكبر الطرازات اللي موجودة عندنا في مصر. مفيش حد قبل كده من زمايلنا سيدات طلعوا عليه، وفعلا مرت الايام وطلعت عليه وما كنتش مصدقه انه ده حصل. كوني وزيره للهجره وشؤون المصري في الخارج فخوره ان انا وصلت من دبلوماسيه في وزاره الخارجيه لمنصب الوزيره، من فخر لي. حلم حياتي من وانا صغيره ان انا ابقى ضابط شرطه. هدفي من وانا صغيره ان انا اشوف الضابطات او رجال الشرطه بيعملوا ايه واسعى ليهم، وفعلا انا وصلت له وبسعى ان انا اتدرب لاكون بمستوى او بكفاءه الشرطه. اول منصب وزاري شرفت بيه وهو وزيره السياحه المصريه، كان ده في يناير 2018، وأنا أول سيدة أكون وزيرة للسياحة في بلد كبير زي مصر. الوزارة الحالية هي وزارة التعاون الدولي الأقرب لتخصصي، ولكن هنا بنتعامل مع العالم. أنا النهاردة بقالي 46 سنة سواقة نقل، جرارات، مقاطير، كل أنواع السيارات الثقيلة. عشت حياتي كلها على الخطوط، كنت بسافر ليبيا، طرابلس، بنشتغل الشغلة دي لإثبات جدارة المرأة. أنا شرفت بتولي وزيرة التجارة والصناعة في ديسمبر 2019، وأنا اعتبرت إن ده مش مجرد تكليف ولكنه تكريم من الدولة وتشريف طبعاً لمسيرة، مش عايزة أقول إنها مجرد مسيرة كفاح، ولكن مسيرة كفاح مقترنة بنجاح. من أول ما كنت بعمل أفلام قصيرة أنا كنت متخيلة إن أنا ينفع أروح كان وينفع، يعني هي كانت بالنسبة لي حاجة شكلها بعيد شوية عشان كنت عارفة إن الموضوع ممكن يبقى صعب وكده، بس كنت حاسة إنه ممكن عادي. فهي حاجة أنا مبسوطة بيها جدا، وحاسة إن أنا يعني براود قوي باللي أنا عملته، لأن أنا يعني حاسة إن أنا كده كأني كنت عاملة كده بروميس لنفسي وآي كابت. وظيفتي كوزيرة التضامن الاجتماعي دايما في طلبات من ناس كتير مستحقة، إحساسي باستحقاقاتها وبحقوقها، خاصة إن إحنا في وقت بنتكلم فيها على حقوق الإنسان وبنطبقه، ويعني طفرة جديدة بيجي فيها بريق وإشراقة جديدة لحقوق الإنسان. من منظور المهني المكان اللي أنا وصلت له النهاردة هو كان بالنسبة لي حلم، لأن أول ما دخلت كلية النقل البحري كنت أول بنت مصرية تدخل، وكان نفسي أوصل من أول ما دخلت لغاية ما تخرجت من الكلية كان نفسي أوصل للقب قبطان، وحصلت عليه الحمد لله. هو طبعاً أنا بيشرفني إن أنا جزء من منظومة قوية نسائية داخل الحكومة المصرية الحقيقة بتعمل بتناغم وتناسق رائع جداً. وصولي النهاردة للمكان اللي أنا فيه أعتقد إن هو يمكن ناتج عن مشوار طويل جداً كان في مجالي وفي مجال تخصصي اللي بتشرف إن أنا أكون فنانة فيه، إنه وصلني لهذا المنصب. فأعتقد إن يمكن ده نتاج لمشوار طويل يعني. كوزيرة مصرية للبيئة بحس بسعادة كبيرة جداً إن الواحد اجتهد وتعب على مدى 25 سنة من ساعة ما دخلت مجال البيئة في 1997، وده كان في أول وزيرة للبيئة مصرية كانت دكتورة نادية مكرم عبيد،
وما توقعتش وقتها ان انا ممكن في يوم من الايام اقعد على نفس الكرسي اللي هي قعدت عليه. المدرسه والمعلمه الفاضله وداد حمدي عبد العال اللي رفضت تغشش الطالبات في السنبلاوين، واعتدى عليها عدد من اولياء الامور بسبب ان هي رفضت تغشش الاولاد والبنات. يعني انا متوقعه ان هيحصل حاجه، وكنت رافضه ان يجي لي اعداديه، بس جت واصبح عمل، فلازم اقوم بعملي. انا كرئيس لجنه راح علشان ايه؟ علشان أدي للطالبة المجتهدة تعرف تاخد حقها وتجاوب في هدوء، والطالبة اللي هي مش مجتهدة تجتهد. طبعاً حصول على جائزة أفضل وزير عربي طبعاً يعني كان له سعادة غامرة، لأنه أفضل وزير سيدة ورجل، فهي وزير وزيرة، فاختياري طبعاً ده يعني اداني قدر عالي من السعادة، ولكن هو الحقيقة تقدير للمكانة اللي المرأة المصرية النهاردة بقت تحظى بها على المستوى العربي وعلى المستوى الإقليمي. انضميت لأول فريق كرة قدم نسائية سنة 1997 في نادي حلوان العام في المدينة اللي أنا اتربيت واتولدت فيها، حلوان. وبعدين انضميت لمنتخب مصر وأنا عندي 14 سنة، شاركت في تصفيات أمم أفريقيا، كابتن منتخب مصر بقالي أكتر من 15 سنة، وده كان صعب جداً أصلاً إن أنا كان يبقى عندي جزمة ألعب بيها كورة. بدايتي مع التدريب بدأت في 2009، كان في مركز شباب نهضة شرق حلوان كان بيلعب لأول مرة دوري اسمه كاس المحافظ أدري أبو حسين، كانت حلوان وقتها محافظة، ورشحوني أكون المدير الفني لفريق الولاد اللي هو بيبتدي سنهم من 18 ل 30 سنة، ووقتها أنا كان عندي 25 سنة بس. والحمد لله أخذنا المركز الثالث على 64 فريق، وحصلت على جائزة أفضل مدرب على 64 مدير فني راجل، ما كانش فيه ولا سيدة أو فيه ولا بنت مدير فني لأي فرقة. الحقيقة مجلس النواب بالنسبة لي هو مش مجرد منصب رسمي أو مجرد تكليف رسمي، لكن هو تشريف بالنسبة لي إن يكون المرأة المصرية قادرة على تمثيل شعبها وأهلها وسيدات مصر بشكل عام. شرف لأي سيدة مصرية كانت هتبقى في مكاني أو بترأس المجلس القومي للمرأة أن تبقى جزء من التاريخ اللي بيحصل، جزء من عصر المرأة الذهبي، جزء من تحقيق والوصول لأحلام السيدة المصرية في عصر آمن بقدرتها، آمن بمكانتها، واداها اللي تستحق. قولي لي يا خديجة، أنت عايزة تقولي إيه للناس؟ عايزة أقول لهم يتقبلونا ويحترمونا ويخلونا جزء من المجتمع، يعني ما يتهربوش مننا. لا انت شرف يا خديجة، انت شرف وبركة ونصر وكرامة، شرف وبركة ونصر وكرامة. يعني انا من اول ما عرفت موضوع ان انا جات لي اصابه وبسبب الاصابه دي هتعطلني عن الـ عن الـ عن التدريب وكده، بس يعني حاولت بكل حاجه ان انا ما اوقفش عن التمرين. يعني كنت بلبس جبس بلاستيك عشان اقدر اعوم في الميه، والموضوع ده ما يوقفنيش خاطر بطوله العالم. وكان من اول يوم عندي امل اللي هو خلاص ماشي، انا جات لي موضوع الاصابه دي وهتعطلني، بس مش مشكله، بكره هعمل عمليه وكل حاجه تبقى زي الفل. والحمد لله سافرت بطوله العالم وجبت عاشق عالي، متاهله لاولمبياد طوكيو 2020 وجبت رقم افريقي جديد. تهيألي اكبر التحدي ان انا ابتدي وزاره من العدم، وزاره ما كانتش موجوده، وزارة اتلغت من 20 سنة. كوني كامرأة يمكن في البدايات خالص إنه الوزيرة اللي بتشوف حالات الحوادث الفردية سيدة، وهل فعلا هي هتجيب حق المواطن أو هتقف جنبه، هل هي قادرة إن هي تروح وتتكلم وتشوف وتنزل وتطلع، فيمكن هي دي. إنما زي ما بقولك يعني بعد أول سنة يمكن خلاص الناس عرفت يعني إنه المرأة تستطيع إن هي تقدر إن هي تتولى هذه الحقيبة بهذه التعقيدات والتداخلات. الموضوع لابد من إني أنا كامرأة، وامرأة بقى بستعمل يعني العاطفة وبستعمل الاحترام وزي ما قلتلك الإيمان. من أكبر التحديات اللي حصلت لي كانت صغر السن في مواقع اتخاذ قرار، فكان دايماً الناس بتبص طب دي صغيرة، لا مش هتعرف تعمل ده، لا ما في ناس أكبر منها ينفع. التحدي أنا بقابله وناس كتير بتقابله هو إن إحنا نبقى عارفين المهنة اللي بنعملها، مذاكرينها كويس، عارفين إن حوالينا ناس ممكن يكونوا عندهم خبرة أكبر، ولكن الاحترافية في إدارة الملف بتبقى مهنة
وتعلم وخبرة، والشطارة إن إحنا نكتسبها من كل اللي حوالينا. حلفت اليمين في نهاية 2019 يعني مع بداية كورونا، فأنت النهاردة محتاج تعمل تحالفات دولية، محتاج تجيب تمويلات للبلد، محتاج تنسق على موضوعات عديدة جداً، وفجأة العالم كله مشلول، كل حاجة أونلاين، مفيش بعثات رايحة مفيش بعثات جاية. أنا بدأت العمل في الحكومة بعد ثورتين، وفي مرحلة فيها حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، فيها أمال وطموحات وتحديات وإحباطات، فكان دورنا الحقيقة إن إحنا نشتغل على ملفات كثيرة جداً ونحقق إنجازات ونواجه تحديات في وقت قصير جداً. يمكن أنا لما ابتديت في الحكومة كان عدد الوزيرات قليل، ولكن أنا كنت شاهدة على زيادة عدد الوزيرات إلى عدد غير مسبوق في تاريخ مصر، وكنت فخورة وأنا بأشهد هذه الزيادة، وكانت بالنسبة لي دليل على كفاءة أداء الوزيرات الموجودات، وده اللي بيشجع القيادة السياسية إنه يزود وزيرات. الطراز الحياة عليه مش سهلة، بيروح أماكن بعيدة جداً لأنه بيعدي محيط، ده اللي خلاني أقول يمكن يكون مفيش مكان عليه لسيدة، لدرجة أنه في مرة من المرات حد من أساتذتي قلت له أنا مستحيل أترقى على طراز عريض، الحياة فيه يعني أو صعبة، أوكي؟ فقال لي ما في وانس أنه هيجي لك دورك هتطلع لي. أصله بيتقال، قال لا بيتقال دي مش عندنا. أكتر التحديات أو أكبر التحديات اللي واجهتني من ساعة ما دخلت المجال البحري هو وجود عنصر المرأة في المجال ده، عشان إحنا بنمثل كبنات نسبة قليلة قوي من 2-3% على مستوى العالم كله، فما كانتش مشكلة في مجتمع عربي على قد ما هي مشكلة عالمية، وإن أنت تحصلي على فرصة زيك زي أي رجل في المجال ده، فدي كان أكبر تحدي، لأن بيبني من أول خطوة فيه إن أنت بتبدأي تعملي وبتبدأي تترقي من رتبة لرتبة عشان تحصلي في الآخر على لقب قبطان بحري. لما بابايا مات وأنا عندي 8 سنين أهلي قالوا لمامتي لو أنت ما قدرتيش تحافظي عليهم إحنا هناخدهم فهياخدونا، فأنا كده هسافر الأقصر مش هلعب أي كورة بقى ولا هلعب أي رياضة. فماما قالت لي إحنا هنعمل ديل ان احنا هنقدر نوظف ما بين ان احنا ندرس كويس وانا هلعبك اللعبه اللي انت بتلعبيها، على الرغم من الاول كان الموضوع مستحيل وصعب، فان احنا نقدر نوظف ده وان احنا نقدر نبقى قد مسؤوليه ان احنا نقدر نوظف ما بين مدرسه وان احنا نبقى مهتمين بتفاصيلنا وعاداتنا وتقاليدنا ونحافظ على الحجاب او الحاجات اللي اهالينا كلها بنحترمها يعني، وتقدر من جنبها تحقق النجاح، فان انا قدرت اوظف ده فكان صعب جدا ان اقدر اعمله. لكن دلوقتي بقى اهلي اللي كانوا معترضين ومستحيل تلعب كوره، لو عندنا قهاوي في الصعيد فهي بتعرض عليها الانترفيوز بتاعتي والماتشات، وايه ده بنت اخويا بتعمل كذا، ان انت برضو تقدر تنقل دي كانت صعبه جدا، ان احنا بنستخبى واحنا رايحين النادي بنشيل الشنطه في المريله واحنا لابسين لبس المدرسه عشان ما حدش يشوف ان انت رايح النادي. يعني كنت في الاول عربيه بجو رفح، لقيت سواقين النقل بتتريق عليا، بص يا عم يلا ما هو على قدها، فأنا بصيت ده واحد سايق جرار وده واحد سايق تريلا، طب والله العظيم أنا هسوق الجرار وهسوق التريلا. أول ما انتهت المدة بتاعة الدرجة الثالثة استخرجت امتحنت واستخرجت رخصة درجة تانية تسوق عربية نقل بس من غير مقطورة ورا. بعد السنتين ما خلصوا بالظبط رحت محولة الرخصة لدرجة أولى وامتحنت، والحمد لله ربنا كرمني، وكان الامتحان صعب جدا من شدة التعامل بتاعة الضابط اللي هو هيخلي واحدة تطلع تسوق درجة أولى وتركب نقل، فلازم كان متحمل المسؤولية دي، فكان هو صعب جدا جدا معايا عشان يثبت لكل الناس اللي واقفة إن هو ما تهاونش في الامتحان. بحمد ربنا إنه خلقني سيدة علشان أشوفها مخلوق بديع من يعني السيمفونية ما بين التحديات والمقاومة والتحدي والعناد والصمود، يعني مقطوعة موسيقية جميلة. متى سيكون هناك وزير لشؤون المرأة؟ ده أنا وزير المرأة.
العصر ده طبعا المرأة بتشهد إرادة سياسية قوية جدا لتمكين المرأة، ويعني دايما بنقول هذا العصر الذهبي للمرأة، لدينا تمكين سياسي واقتصادي كبير للمرأة في كافة المجالات. بمعنى إنه المرأة مش بس وزيرة في وزارات غير تقليدية ووزارات غير مسبوقة، لم تتولى المرأة في مصر وزارة الثقافة من قبل، لم تتولى المرأة في مصر وزارات زي وزارات الاستثمار ووزارات التخطيط ووزارات السياحة ومجموعة من الوزارات. الحقيقة ما هيش الوزارات التقليدية اللي المرأة معتادة تشتغل فيها، فأصبح في تنوع في أنواع الملفات اللي بتتولاها النساء. المرأة أخذت حقوق من قوانين عدة، من حمايتها من التحرش، من احتلالها المناصب قيادية، من حقها في الترشح وفي الطموح السياسي في البرلمان، خدت فرص اقتصادية، خدت فرص سياسية، ودلوقتي كمان بتاخد فرص مجتمعية. يمكن كل المؤسسات الدولية، ودي نقطة، بتنظر بشكل أساسي على التمكين الاقتصادي للمرأة، فبنقدر من خلال اللي بيحصل في مصر، من خلال وجودنا كوزيرات، من خلال البرامج اللي بتصاغ للمرأة، استراتيجية القومية للمرأة، دعم السيد الرئيس للمرأة، دي كلها الحقيقة بتدي انطباعات مختلفة جداً في المجتمع الدولي. منتظرين إيه؟ أنا ما عنديش شك واحد في المليون إنه في خطة محطوطة على يعني مدة واسعة إنه إحنا نكون في مكان نتباهى بيه في العالم كله. أنا بقالي 46 سنة ماشية على الأسفلت، يعني عندنا الحمد لله دلوقتي طرق خيالية بصراحة، طرق ما كناش نحلم في يوم من الأيام إن إحنا هنفتح عينينا نلاقي فروع بالكم ده بالطريقة دي، كل حتة نقدر نخش من هنا ونقدر نطلع من هنا. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا وربنا يكرمه الريس ويزيد من خطاه ويزيد من خطاه ويعليه ويخليه لينا ويخليه لشعب مصر. أنا بتخيل التمكين للست مش بس المساواة في فرص العمل والمناصب، لا، خلينا نقول إن التمكين الحقيقي إننا نديها فرصة ونساعدها تعمل كل حاجة هي مسؤولة عنها بمنتهى الكفاءة. المرأة جزء أصيل من المجتمع، سواء على مستوى الأسرة أو في حياتها العملية، والمجتمع دايماً حريص على إن المرأة تحافظ على حقوقها، وإحنا لمسنا ده في الفترة الأخيرة اللي بذلت فيها الدولة مجهود كبير في دعم المرأة المصرية، ومن خلال مبادرات بتقدمها للست المصرية، ويمكن أهم حاجة الكشف المبكر، حاجات كتير قوي بنهتم بيها، وعلى رأس كل ده مبادرة حياة كريمة اللي قدرت تهتم بالإنسان المصري وتوفر مشروعات للمرأة المعيلة ومراكز إعداد الأسرة المنتجة والمشروعات المتناهية الصغر والحرف اليدوية لحفظ التراث. وكلنا شفنا المعارض الخاصة بالحرف اليدوية والتراث في منتدى شباب العالم، بالإضافة لورش تدريب مختلفة لبناتنا وعلشان هم يقدروا يواجهوا أزمة كورونا. أكتر حاجة كان ممكن نشوف فيها قوة المرأة المصرية كان يوم 30 يونيو، ومين يقدر ينسى اليوم ده؟ المشهد وقتها قال كل حاجة، ورانا قد إيه إن الست المصرية قوية، ووقت الجد بتبقى دايماً في الصفوف الأولى، وزي ما كان الجيش هو خط الدفاع الأول والشرطة خط الدفاع الثاني والشعب كان خط الدفاع الثالث، الست المصرية كانت هي الأساس. مع بداية أزمة كورونا الستات في العالم كله واجهوا صعوبات كبيرة، والمرأة المصرية كان قدامها تحديات كتير، تحدي إنها تشتغل وإن حياتها تمشي وإنها تحتوي أسرتها بالكامل. أما على المستوى المهني مش ممكن أبداً ننسى دور الدكاترة والممرضات اللي كانوا في الصفوف الأولى ليحموا أولادنا وأهالينا وناسنا، والحقيقة أنا بحييهم جداً. تحياتي وتقديري لكل امرأة في العالم وخاصة المرأة المصرية، لأن هي القدوة وصمام الأمان الحقيقي للمجتمع.
احب اقول لكل شابات وبنات مصر، انتوا دايما قد المسؤوليه، اتمسكوا بحلمكم في الحياه واشتغلوا على نفسكم وافضلوا ورا حلمكم لحد ما تحققوا. المراه المصريه هتفضل دايما ليها مكانه عاليه، ومكانها دايما هيفضل محفوظ في قلب الوطن. الآن نستمع إلى كلمة رئيسة المجلس القومي للمرأة دكتورة مايا مرسي. صباح الخير، خالص التحية والتقدير إلى السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم فخامة السيد رئيس الجمهورية. كل عام وسيادتك بخير، وكل عام وكل امرأة مصرية بخير. وفي اليوم العالمي للمرأة تقف المرأة المصرية بكل شموخ وعزة لتؤكد للعالم أجمع إنها تعيش عصراً ذهبياً حافظ على مكتسباتها، عصراً من التمكين والحماية، عصراً كسر كل الحواجز أمامها وفتح لها أبواب لتتمتع بحقوقها وتحقق أحلامها دون أي تمييز أو إقصاء أو تهميش، عصراً ذهبياً بإرادة سياسية حقيقية مؤمنة بأن تمكين المرأة واجب وطني. فخالص الشكر والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، المدافع الأول عن المرأة المصرية. الحضور الكريم، نحتفل اليوم بسيدات الحاضر وسيدات المستقبل، فالاستثمار في فتيات مصر هو بناء واستثمار في غد مشرق، فهن البوابة السحرية للجمهورية الجديدة. الحضور الكريم، نعرض اليوم مبادرتين لتمكين الفتاة المصرية في إطار أهم مشروع تنموي تشهده مصر في تاريخها، وهو المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في كرة حياة كريمة. دوي من الصوت المدوي والمسموع لتشجيع فتياتنا على الحكي والتعبير عن آرائهن وتحدياتهن وأحلامهن. بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، وبالشراكة مع وزارات التربية والتعليم الفني والصحة والسكان والشباب والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والتضامن والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للسكان. ونورة بالتاء المربوطة بنت الجمهورية الجديدة، طاقات النور للفتاة المصرية حين تستكمل تعليمها وتثقل مهاراتها وحين تجد أبواب سوق العمل مفتوحة أمامها. نورة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالشراكة مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والمجلس القومي للطفولة والأمومة. وفي الختام، البنت المصرية لازم تعرف إنها قوية وشجاعة ويعتمد عليها، لازم نشجعها تختار حلمها وتسعى وراه، وإن تعليمها وعملها وأسرتها هما الحياة. نفهمها إن ربنا كرمها وحض على احترامها، نعلمها إنها درع وحصن لبلدها وإنها أمن وأمان أسرتها، نعلمها ما تخافش من المستقبل لأن مستقبلها بإذن الله هيكون أفضل. لازم نعرفها إن المرأة المصرية أصبحت الآن وزيرة ومحافظ وقاضية، وكمان قعدت جلست على منصة مجلس الدولة ودخلت النيابة العامة، يعني مفيش مستحيل ولا حلم مستحيل عليها، وهو ده عصرها الذهبي لأن بلدها دايماً جنبها. شكراً لكم وكل عام وأنتم بخير. دوي يا صوت كل بنت، قولي حلمك حققيه، إحنا معاكي. بداية خيط هو فيلم بتقدمه لنا المبادرة الوطنية دوي بالمشاركة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف.
ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة. هنسمع أصوات ملايين البنات في حدوتة ثلاث بنات. في فكرة حلوة، ممكن نعمل دايرة حكي. اللي هي دلوقتي انا مثلا هسألك سؤال، تمام؟ فانا اللي هتكلم، فاللي هيتكلم هيربط على ايدي، وانا بعدين اول ما اسألك السؤال هقوم مديك الحب. انا بحس لما بشوف اي بنت ناجحه فخوره بيها جدا، ببقى عايزه اعمل زيها. بالفعل مبسوطه جدا للبنت دي ان هي عملت وصلت لحاجه زي كده، ان هي اكيد واجهت صعوبات كتير عشان توصل لحاجه لحلم. انا بعمل حاجات كتير ولقيت ناس كتير ما بتبقاش عارفه حاجه موجوده في المجتمع غلط، زي البنت ما ملهاش تعليم، لا البنت ما تشتغلش، تاني الاناث. انا عايزه اغيرها. ربنا اللي خلقنا خلقنا احرار، فانت ما ينفعش انت انسان زي تقيد حريتي دي. فانت من انا من حقي طالما ما بعملش حاجه غلط، طالما ما باذيش حد، انا ليا حق ان انا اخد طريقي وزي ما انا عاوزه. مش حد اللي يخطط لي، انا اللي خطط مستقبلي وانا اللي خطط طريقي. اكتر حاجات انا عملتها عن زواج الاطفال وكده، كنت اول حاجه بتكلم مع بنات في المدرسه عن كده. 13 سنه ومخطوبه، ده انا لسه باكل مصاصه يا جماعه. 13 سنه مخطوبه، ايه اللي مخطوبه دي؟ طب هما مستعجلين ليه مثلا؟ يعني 13 سنه دي عقلها لسه، لان هو كل واحد ليه مرحله. يعني انا فكري من سنتين غير فكري من دلوقتي غير بعد كده، فاللي هو ما عندهاش النمو الكامل في دماغها ان هي تستوعب المسؤوليه دي، وبالتالي يعني فعلا بيحصل مشاكل كتيره قوي، ويعني طلاق كتير. يعني طفله اتجوزت وطفله اتطلقت، فاللي هو ليه حرام ان احنا نموتها بدري. بابا كان دايما يعني يقول الجمله دي كتير قوي، ان هو كان بيقول انا حاسس ان انا هي اللي هتغير حياتنا. انا ان شاء الله هكون قد المسؤوليه، واكيد مش هغزله ابدا وهخليه مبسوط. انا حلمي لنفسي اني اكون حاجه كبيره في مجال السينما او في صناعه الافلام، يعني عشان اقدر اوصل رسالتي. نفسي تدعموا بناتكم وولادكم وتقربوا منهم قوي، تفهموا بعض وتعرفوا هم عايزين ايه، وتقفوا جنبهم. هتتبسطوا جدا لما تلاقوا ان في ثقه وتواصل بينكم ما بينتهيش ولا هينتهي. عايزه اقف كده اقول انا اللي مامي سماء. انا هو مامي سماء دي اللي بتتكلم عنها في سن سماء الصغير ده، فحاجه جميله جدا جدا جدا، وابهرتني فعلا. يعني ما كنتش متخيله. اقرب الناس كان يقول لك مثلا، يقولوا لي لا انت جايبه بنوته، جبتي انت، لا انت لسه ما خلفتيش. فالكلمه دي كانت صعبه جدا عليا، فقررت ان انا لازم اثبت ان البنات دول زي الولاد بالظبط. أنا لا ثروت، عندي 17 سنة، من قرية المقراني بالفيوم. مساء الخير، ليا شرف وجودي بينكم النهاردة، وإني واقفة أمام السيدة انتصار السيسي. وبصفة واحدة من اللي شاركوا في مبادرة دوي، حبيت النهاردة إني أشارككم تجربتي في مبادرة دوي. دوي هي الصوت العالي اللي ليه تأثير. مبادرة دوي أتاحت لينا فرصة ان نكتسب مهارات وننميها من خلال التعلم الرقمي، واللي ساعدنا ان احنا ازاي نتفاعل بشكل امن على الانترنت، وكمان ازاي نحمي نفسنا من مخاطر الانترنت. الجميل في مبادرة دوي ان هو قرب المسافات بيننا وبين اهالينا من خلال حوار الاجيال، وكمان خلانا نقدر نسمع بعض،
وانا وبنات زي كتير في مصر كنا عاوزين ان احنا نتكلم ونحكي، فالدوي وفرت لينا المساحات الامنه اللي احنا نقدر نتكلم فيها عن المواضيع اللي تخصنا زي صحتنا وكمان طموحاتنا وازاي نحققها. أنا كآلاء حلمي الكبير بإني أكون شخصية ناجحة ومؤثرة في المجتمع، وكمان أقدر أساعد بنات زي كتير إن من حقهم يتعلموا ويكتسبوا المهارات ويتعرفوا على الخدمات والحماية اللي الدولة بتوفرها لنا. أنا عندي يقين تام إن لكل مجتهد نصيب، وأنا بجتهد وهفضل أجتهد لحد ما أحقق حلمي، وبشكر كل اللي بيساعدوني وبشكر أهلي وبشكر كل القائمين على مبادرة دوي، لأن من خلالهم قدرنا إن احنا نعبر عن نفسنا وكمان نتعرف على خدمات كتير. سعادتي النهاردة وسعادة زملائي الموجودين أكبر بكتير، لأن السيدة انتصار السيسي هنا وبتسمعنا، وده إدانا أمل كبير إن مبادرة دوي توصل لكل بنت في مصر. نورة بنت مصرية متمكنة، ماهرة، معطاءة وقوية. فيلم البرنامج الوطني بالمشاركة مع الأمم المتحدة للسكان ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة هو فيلم نورة. نورة هتكون صورة جديدة لبنتنا، صورة فيها فكر واعي ومتطور. نورة هي ابنة الجمهورية الجديدة. أهلا بكم. أهلا بكم. أنا نورة، عندي 13 سنة وعندي أحلام كتيرة زي كل البنات. بحلم أكمل تعليمي عشان التعليم هو اللي هيخليني أعرف نفسي وأعرف مواهبي، وكمان عشان أقدر أختار مستقبلي وأنجح في حياتي وأخد قراراتي صح. في نورة هتدرب 40 أسبوع على برنامج تدريبي جديد، هعرف معلومات مهمة عن صحتي وإزاي أحافظ عليها، وكمان هعرف أكتر عن التعليم الفني والفرص اللي ممكن أستفيد منها، ولما أتعلم كويس وأفهم هلاقي شغل يناسب قدراتي. بحلم إن أقدر أشتغل الشغل اللي يناسبني وأكسب منه وما يخلينيش أحتاج لحد. أثبتت الأبحاث إن البنات والسيدات هم محاور ناجحة في التنمية في مصر. 8.9 مليون بنت سنهم ما بين 10 و19 سنة، منهم 3 مليون بنت عايشة في الريف. لو السيدات دخلوا سوق العمل بعد سن 18 سنة هيزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34%، وطبعاً رأس المال البشري هو أهم رأس مال وبيعتبر القوة الحقيقية لأي دولة. فمثلاً تحسين جودة التعليم في مصر بنسبة 20% هينعكس على البنات بشكل إيجابي. من خلال إطار تنمية قدرات البنات نبني إطار معلوماتهم عن المجتمع والصحة والاقتصاد. مش كده وبس، أنا هتعلم إزاي لما يبقى معايا فلوس قادر أصرف بطريقة صح وحوش كمان، سواء كانت فلوس قليلة أو كتيرة، وهتعلم الكمبيوتر كمان، يعني بكرة ممكن أعمل مشروعي من فلوسي. ولأن بابا وماما وإخواتي يهمهم مصلحتي، في برنامج نورة هيكون في أنشطة ليهم كمان عشان يكونوا جنبي ويعرفوا إن تعليمي وشغلي وإني آخد قراري هيكون هو السند الحقيقي ليا في الحياة. كل ده هتعلمه بطرق جديدة زي المسرح والموسيقى والرياضة، وهيشاركني أهلي وجيراني في إنهم يتعلموا ويعرفوا أكتر. أنا النهاردة معاكوا عشان أقول لكم إن من حق كل بنت في سني إنها تنضم لبرنامج نورة، علشان إحنا جيل بكرة اللي هنقدر نقضي على كل المشكلات اللي في بلدنا زي الخلفة الكتيرة والزواج المبكر. نورة هتحقق أحلامنا في بكرة، وبكرة هيبقى أحلى لينا والبلدنا الغالية مصر. سيدة انتصار، وجود حضرتك النهاردة شرف كبير لكل بنات مصر. احنا كلنا نفسنا ان مصر تكون أحلى بلد في الدنيا كلها. عايزين برنامج نورة يشمل رعاية حضرتك عشان تستفيد منه كل بنات مصر. وبصفتي سفينة من سفيرات دوي بتمنى من حضرتك ان تتكرمي برعاية مبادرة دوي عشان صوتنا يوصل لكل بنت في مصر. السلام عليكم.
أنا سعيدة جداً وأنا معاكم، وسعيدة كمان بالمبادرتين اللي أنتوا بتقولوهم. المبادرات دي هي مهمة جداً، لأنها أولاً هي تستحق جداً إن إحنا ندرسها، ثانياً إن المبادرات دي مهمة لأنها بتخاطب البنات في سن تكوين شخصيتهم، وأنتوا تستحقوا إن إحنا نسمعكم، وتستحقوا إن إحنا نقف معاكم. الدولة أكيد معاكم، وكلنا معاكم. طول ما احنا كلنا مع بعض اكيد هنحقق حلمنا، واكيد هتسعدوا بتحقيق المبادرات لما تنجح ونحتفل بيها كلنا. وانا مبسوطة جدا ومعاكم ان شاء الله. السيدة انتصار السيسي، حرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. السيدات والسادة الحضور، أهلا بحضراتكم من جديد. نجتمع اليوم لنحتفي بالمرأة في يومها، ونؤكد على أحقية مطالبها لتتمكن من استكمال دورها في العطاء لكل من تهتم لأمرهم. وإن سمحتم لي أن أنحاز إلى المرأة المصرية الصامدة الباسلة المقاتلة إن احتاج الأمر، تلك المرأة التي تحمل أسرتها على أكتافها بحب وصبر وجلد، الآن استطاعت أن تحجز مكانا لها في كل المجالات بفضل قيادة آمنت بها وبقدراتها وإمكانياتها، قيادة حرصت على تمكينها في شتى مناحي الحياة، إذ لا تمر مناسبة دون أن يشير سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهمية المرأة ومكانتها ودورها. وآمن سيادته أن تمكينها هو كلمة السر في بناء الحضارات القوية. وبالنظر لما تحقق في عهد سيادته، نجد أن المرأة المصرية بالفعل تمكنت اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وكيف لا؟ وهي التي إن كانت تمثل نصف المجتمع فهي أم وأخت وابنة وزوجة النصف الآخر وراعيته. فحرى بالجميع أن يحتفل ويحتفي بالمرأة
كل يوم.
رب.
والآن نتشرف بدعوة السيدة انتصار السيسي حرم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المسرح لتكريم عدد من الأيقونات والنماذج المصرية الملهمة. الدكتورة الراحلة عبلة الكحلاوي، والتي كانت من رائدات العمل الخيري في مصر، حيث أسست جمعية الباقيات الصالحات لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر. اتسم أسلوبها ونهجها في الدعوة وفي الحياة بالبساطة والصدق، فتركت بصمة مميزة لدى الكثيرين. وقد توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا، وتتسلم الجائزة نيابة عنها ابنتها رودينا ياسين محمد بسيوني. الأستاذة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس الخيري لعلاج الأطفال بالمجان، كاتبة وباحثة سياسية ومن أهم النساء المحاربات لحقوق المرأة المصرية. السيدة ليلى هاني سالم، عضو مجلس الأمناء لمستشفى بهية التي تعالج السيدات التي يعانين من الإصابة بسرطان الثدي بالمجان، ومدافعة نشطة للغاية عن حقوق الحيوان. السيدة الراحلة علا لطفي غبور، والتي كرست حياتها للعمل الخيري، فتبنت فكرة إنشاء مستشفى متخصص لعلاج أورام الأطفال، إلى أن تم افتتاح مستشفى 57-357، كما أسست أيضاً جمعية أصدقاء معهد الأورام وغيرها من المبادرات والجمعيات، وتتسلمها عنها ابنتها الأستاذة دينا رؤوف كمال حنة غبور. واحدة من أفضل فنانات مصر، قدمت العديد من الأعمال الفنية التي تعدت 180 عمل فني متنوع ما بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات.
الكاتبة الصحفية الدكتورة فاطمة سيد أحمد، واحدة من أعلام الصحافة المصرية، فهي كاتبة صحفية مخضرمة وأول محررة عسكرية عملت على توثيق ملف القوات المسلحة في أكبر الصحف المصرية، كما أنها عضو الهيئة الوطنية للصحافة. السيدة ديانا سعد جرجس، مؤسسة مبادرة شجرة التوت لدمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المشهد الفني والثقافي في مصر وتوفير بيئة آمنة لهم للتعبير من خلال التعليم الفني والثقافي وفرص المشاركة الفنية ونشر الوعي. المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، واحدة من أبرز مخرجات جيلها، والتي يتم تكريمها تقديراً لمشوارها الإبداعي الطويل ودورها البارز في دعم أهم القضايا والتعبير عنها على الشاشة. السيدة أمل الزناتي أحمد، وهي إحدى النماذج النسائية الملهمة والتي تجسد صورة جديدة من صور الكفاح التي يسطرها دوماً ذوي الهمم، فقد قهرت الظروف واتجهت للعمل في مهنة صيانة الجرارات التي تشق على الكثير من الرجال وحققت فيها نجاحاً لافتاً. الإعلامية سهير شلبي، واحدة من إعلاميات مصر القديرات، حيث عملت لفترة طويلة في التلفزيون المصري وقدمت العديد من البرامج الحوارية وبرامج المنوعات التي أثرت التلفزيون المصري وتركت بصمة لدى المصريين. السيدة تهاني عزت عطية، رئيسة جمعية الملاك الصغير وصاحبة بصمة خاصة في مجال العمل الخيري، فقد سخرت كل حياتها ووقتها للفتيات اللقيطات الصغيرات وتنشئتهم تنشئة سليمة وتعليم أساسي وجامعي، ونظراً لظروف مرضها تتسلم الجائزة بالنيابة عنها ابنتها المهندسة نشوى أحمد وائل. السيدة فاتن صلاح الدين حسن، إحدى نماذج الفتيات الناجحات من صعيد مصر، حيث قامت بالتوجه إلى مجال جديد عن طريق إعادة تدوير مخلفات الموزة المنتشرة في البيئة المحلية بمحافظة أسوان لإنتاج أدوات منزلية.
الفنانة فردوس عبد الحميد، إحدى أهم فنانات جيلها وصاحبة رصيد فني مثري في السينما والمسرح والدراما. أثرت في قطاعات واسعة داخل مصر والوطن العربي، وحظت على احترام وتكريم من كافة البلدان العربية. السيدة عزة محمد سمير كرست حياتها في التطوع لخدمة المجتمع لأكثر من 25 عاماً لتقديم حياة أفضل للأطفال والشباب الأقل حظاً، فقامت بتأسيس جمعية نداء لإعادة تأهيل الأطفال الذين يعانون من اضطرابات التواصل الحسي، وهي الجمعية الأولى في مصر التي تقدم تأهيل متكامل للأطفال التي تمت لهم زراعة قوقعة لتعلمهم كيفية التخاطب دون استخدام لغة الإشارة، وقد تم الاستعانة بخبرة ومنهجية جمعية نداء في المجال لنقلها لمراكز مشابهة في سوريا والسعودية واليمن. أيضاً أسست جمعية وطنية لتطوير دور الأيتام، وهي أول جمعية في مصر تعمل على تطوير وتطبيق معايير جودة الرعاية في المؤسسات الإيوائية مثل دور الأيتام. اللاعبة هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة، وهي أول لاعبة مصرية تتصدر التصنيف العالمي للناشئات تحت 15 عام، وقد وصفها الاتحاد الدولي للعبة بأنها صنعت معايير غير مسبوقة وتعيد كتابة تاريخ اللعبة في قارة أفريقيا. السيدة سهير عبد القادر مصطفى رئيس ملتقى مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، وهي الأمين العام لمهرجان القاهرة لسينما الأطفال، وتولت كذلك العمل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لمدة 25 عام. الدكتورة زينب سامي علي منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الغربية، وهي واحدة من أكثر المشاركين والمؤثرين في المبادرة داخل محافظة الغربية، حيث قامت بأداء كافة الأعمال والتكليفات التي توكل إلى الفريق بكل دقة وفي مواعيدها، وساهمت في حصول فريق الغربية على الفريق المثالي أكثر من مرة. الفنانة صفاء أبو السعود فنانة وإعلامية واستعراضية وصاحبة مواهب متعددة وشاملة، ساهمت في رسم البهجة وأحلام الطفولة والشباب بما قدمته من أغاني واستعراضات لا تزال هي الأكثر تميزاً في عقول ووجدان الناس حتى الآن. الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد واحدة من أهم الكتاب والصحفيين في مصر، وأحد أبرز الوطنيين الداعمين للدولة، وجزء من مشهد عظيم لثورة 30 يونيو المجيدة. ونظراً لظروف مرضها الشديد الذي حال دون حضورها، تتسلم الجائزة نيابة عنها الأستاذة سوسن محمود الدسوقي. السيدة هبة مرسي أحمد أخصائية تمريض بوحدة العزل ووحدة العناية المركزة في مستشفيات جامعة المنوفية،
والتي لم تتوانى عن دورها وعملها في ظل الأزمة العالمية لانتشار فيروس كورونا، حيث تعاملت مع حالات العزل وشاهدت تأثير الفيروس اللعين على المرضى وعلى زملائها وعلى إصابتها نفسها بالفيروس، وقامت مرة أخرى وعادت للعمل 24 ساعة متواصلة في ظل الأعداد المتزايدة للحالات المرضية. الفنانة نيلي أحد أهم وأرق الفنانات في مصر، ومن أجمل من قدم الاستعراضات والفوازير في مصر والوطن العربي، وقد كانت ولا زالت صاحبة تركيبة فنية فريدة لها أثر وإرث لا يمكن تكراره. والآن نتشرف بكلمة السيدة انتصار السيسي حرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً بحييكم جداً. قبل ما ابتدي في الكلمة عايزة أبلغكم سلام وتحيات سيادة الرئيس. عايزة أحييكم وأقول إن يعني بقالنا كتير ما اتجمعناش، ودي مناسبة جميلة جداً إن احنا نتجمع صحابي حبايبي اللي بقالي كتير ما شفتهمش. بصراحة سعيدة جداً إن أنا شفتهم النهاردة، لأن دي مناسبة سعيدة. وكان طبعا الرئيس يأمل ان هو يكون موجود معانا النهارده، بس طبعا حضراتكم عارفين ان هو مرتبط، فان شاء الله المناسبه الجايه هيبقى معانا، وان شاء الله نكون كلنا مع بعض نحتفل بالمناسبه السعيده دي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في مثل هذا اليوم من كل عام تتجدد سعادتي بشكل خاص تقديراً وحباً لكل امرأة في يوم تكريمها والاحتفاء بها من جميع دول العالم. سيدات مصر العظيمات، حينما ننظر حولنا في كل مكان نرى عظمة المرأة المصرية، تلك المرأة المكافحة القوية الصابرة الأصيلة والمخلصة في حبها لتراب وطنها. هي المرأة التي تضع دوماً أسرتها الصغيرة في قلبها، تحيطها برعايتها وحنانها، وتحلم دائماً بغد أفضل لها، وهي التي تعمل وتكافح لبناء بلدها، وتحلم بأن يعم السلام والأمن والاستقرار ربوع وطنها. فهذه المرأة هي الأساس المتين الذي يبنى عليه المجتمع بأكمله. ومن هنا أود أن أتقدم بخالص التحية والاعتزاز والتقدير للمرأة المصرية العظيمة في اليوم العالمي للمرأة. فإن اجتمعت كل كلمات الشكر والامتنان فلم ولن توفى بحقها وقدرها الكبير. وأؤكد على أنه إذا أردت أن تعرف رقي أمة فانظر إلى مكانة نسائها كيف تكون. ولا بد أن ندرك أن إعطاء المرأة حقوقها لا يقتصر فقط على إتاحة الفرص لها، بل تستحق أكثر من ذلك. تستحق دعمها ومساندتها ومنحها العديد من الفرص المميزة والمؤثرة.
وأؤكد أن إحداث التغيير الإيجابي في المجتمعات والدول لن يتم دون إحداث تغيير في معاملة هذه المجتمعات للمرأة. وكل أمل في أن تحصد بنات مصر ما نزرعه نحن النساء، وإن يحصلنا على السعادة التي تستحقها كل منهن، فهن صانعات المستقبل، كما أرى فيهن فتيات يكسرن كل الحواجز والعوائق لرسم مستقبل وطننا الغالي بأيديهن، ويكتبن تاريخاً جديداً نفخر به جميعاً نساءً ورجالاً. وختاماً، أؤكد أن المرأة المصرية ستظل هي أيقونة النجاح، وهي عماد المجتمع وشريكة في بناء هذا الوطن. كل عام وكل امرأة مصرية تنعم بالخير والصحة والسعادة. كل عام وأنت بعزة ورفعة وكرامة. كل عام وأنت ملهمة للجميع. كل عام وأنتن جميعاً بخير وصحة.